الفنانة القديرة منى واصف، بنرحب بيكي في القاهرة وملتقى اتحاد المنتجين العرب، مبروك التكريم. الله يخليكي، شكرا جزيلا. تكريم النهاردة في جامعة الدول العربية بيمثل لحضرتك ايه؟ يعني بيمثل يعني ملامسة الأحلام، أني أنا من جيل الستينات، جيل اللي كان يحلم كثير بالبطولة وبالعروبة وبأنه يكون مجموعين ومتحدين وفي بيناتنا وحدة متكاملة. على الأقل في بيت العرب بالجامعة العربية كان في إحساس أنه كلياتنا ملتمين حول دائرة مستديرة. ممكن أنه هي عملت نوع هيك من شيء معين بمسك العربي فينا. بيعرض لحضرتك في السينما وفي جميع الدول العربية دلوقتي فيلم مناحي، بنقولك ألف مبروك على فيلم مناحي. الله يبارك فيك، وأنا والله سعيدة جدا بالأخبار والأصداء يلي أنا سمعتها، مع أني كنت أنا بأتنا يعني وفترة العيد، إجازة العيد يعني، فعم بفتح وقلب وسمعت كتير مدح يعني، وأنه في إقبال جماهيري يعني. الحمد لله، الله ما يضيع لنا تعبه، وأنا كنت سعيدة جدا يعني بالعمل مع الممثلين ومع السيد المخرج، يعني كان في شيء حلو. التعامل مع مخرج لأول مرة أيمن مكرم كان مخوفك شوية أو خليكي رهبة الموضوع؟ لا، أنا ما بخاف، لو بخاف ما صرت ممثل. ما بخاف من الإقدام مع مخرج ما بعرفه، بالعكس، لأني دايما لما بشتغل مع مخرج لا أعرف عنه شيئا ببقى دايما حاسة بالتشوق أو التشويق، أنه بيقدر يقدم لي شيء أو بيقدر ياخد مني شيء أنا ما أعطيته بعمل ثاني. وإذا ما نجح العمل أو حسيت ما في تفاهم بيناتنا، عمل ثاني ما بكرره، بس إجمالا ما حصل. أنا بحب دائما يعني المغامرة بالنسبة، وهذا مهم جدا يعني. كيف بدك تتعرفي على مخرجين في أول مرة دائما يعني؟ المعروف أن الفيلم كان متصور في مشاهد منه كانت متصورة هنا في القاهرة، مش كده؟ طبعا طبعا. وفين تاني سافرتوا فين تاني؟ أنا بالقاهرة كل دوري بس. يا ويلي خطفوا مناح، يا ويلي ويلي. لا أبو غريب، لا، أنت ولا جن؟ لا يما، أنا ولا كم ناحي. أنت أول واحد يردونا دون فدية. من هذا؟ هذا يما الفنان عبد الله غيث جاي يصور مسلسل.